النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه سحر، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. ولذا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث الذي هو ما سحر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، وقالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم من الشرائع، إذ قد يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو جبريل. قال المازري: وهذا كله مردود، فلا ترد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه العلل. أولا، بين عز وجل في آيات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر، إذن يعتريه ما يعتري البشر. ثانيا، أن الأدلة قد قامت على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يبلغه عن الله وعلى عصمته في تبليغ الشرع، أما ما وقع عليه عليه الصلاة والسلام فهي أمور دنيوية لا علاقة لها بالشرع، ولم يبعث صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الدنيا، لا، وإنما من أجل تبليغ الشرع، فيكون إذن هو عرضة صلى الله عليه وآله وسلم لما يعتري البشر من هذه الأمراض، كما سقط صلى الله عليه وآله وسلم من فرسه، وكما شج في غزوة أحد وكسرت رباعيته يعني سنه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني أني أعاني من المرض مثل ما يعاني الرجلان منكم، وكل هذا من أجل رفعة درجته صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، أن الذي كان يصيبه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن، كما في رواية ابن عيينة حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. رابعا، أنه جاء في بعض الآثار عند عبد الرزاق: سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت عائشة: حتى أنكر بصره، وعنده: حتى كاد ينكر بصره. قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده صلى الله عليه وآله وسلم لا على تمييزه ومعتقده. ولذا عند ابن سعد قالت أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب بعقله. خامسا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه، وكونه يصان عليه الصلاة والسلام من الشياطين لا يمنع أن يريد كيده، فقد جاء في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بتبليغ الرسالة، بل هو جنس ما كان يحصل له من سائر الأمراض، بدليل أنه قال: أما أنا فقد شفاني الله، وعند البيهقي: فكان لا يدري ما وجعه، وعند ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما: مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه ملكان. الحديث، وقد توسع ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وذكر جملة كبيرة مما ذكرناه. سادسا، أنه عليه الصلاة والسلام لعله أصابه هذا السحر لكي يعلم الناس كلهم، من أجل أن يعلم أمته كيف يتخلصون من السحر وكيف يتعاملون معه، ولذلك لما سحر نزلت المعوذتان، فجعل يقرأ على هذا الشعر المعقود فيه السحر، فكلما قرأ آية انحلت عقده، فكما أنه أخبرهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، لعل هذا الأمر من باب أن يعلمهم بفعله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصيب.